الجهلاء اللي فرحوا بالشهر وقعدوا سقفوا واستفزوني كتير جدا 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 عشان احكي ظروف صدور الحكم. الاحكام ما فيهاش هزار، الاحكام القانون ما فيهوش هزار. كل شويه انت سايبينه ليه؟ هو انا اتمسكت بساعات، وانا اتمسكت 263 مليون. واحد راجل محترم قاعد يقول لك مش عايز يرجع بيهرب مني. ما تهمد انت والعيال اللي معاك بقى، كلكم همادوا. الواد الشمام والواد اللي هو كان عضو مجلس اداره وكان بيلم لما كان هربان، انا دافع له كام يا محمود؟ 28 الف دولار وقصور الفلوس اللي كانت بتروح له. 28 الف دولار وقال لك انا يخش السجن، دفعتهم له لما النيابه طلبت اما عشان يشيل امر الضبط والاحضار. هذا الحرامي النصاب. وكنت انتم معايا باين عند المحامي العام الاول طارق بيه، طارق بيه الحتيتي. وقال لي قدامكم قول للولد ده يرجع الدولارات، ملايين الدولارات اللي ابنه سرقهم وحولها له، وحولها له هو ومراته. مظبوط كده؟ حصل. وقال لي محكمه الجنايات، فانا كلفتكم برساله حفاظا على مستقبله وعلى سمعه النادي، لانه كان كان اول مجلس اداره. مظبوط كده؟ انت قابلته وكلمته، وانت كلمته، والمستشار احمد جلال ابراهيم كلمه، اعتقد قال لكم انا حطيت فلوس في حساب مراتي ما تتحبس. مش عايز اسمع صوتك لانك انت عامل مصيبه تانية في قبرص. ما اسمعش صوتك يا ولد يا نصاب، انت عامل مصيبه في قبرص. والورق كله عندي، ما اسمعكش، ما اسمعكش خالص. ده انت الوحيد اللي جاي في المخالفات. ده كان بيروح وهو هربان، كنت بخليه رئيس بعثه. كان بيلم الورق الفواتير، فواتير بتاعت الناس، الناس النزلاء في الفندق، ويروح كاتب فوق اسمه ويحاسب النادي عليه لغايه ما انكشف. مش هسيبك، هسجنك انت والواد اللي خلصت له حاجه كوبرس، انتوا الاثنين. مش عايز اسمع صوتك. لكن انا بس عايز اقول انه الجهلاء في القانون، انا مش هسيب حقي. وفي تحقيق في التفتيش القضائي عن كل اللي حصل، لان اللي حصل السيناريو كله انا مبلغ بيه قبل قد ايه؟ 48 ساعه. مبلغ هيحصل 1 2 3 4. وفي تفتيش قضائي محترم معالي المستشار محمد شوقي مساعد اول وزير، وعندنا وزير عدل محترم، وعندنا اجهزه رقابيه محترمه، خبرات عامه، خبرات حربيه، رقابه اداريه. واذا كان قاضي اخطا ده معناها ان القضاء لا قاضي. وفي فرق بين الخطا في القانون نتحمله، ده مكانه النقط. اما الخطا الاخر او مش الخطا بقى، ده مكانه في التفتيش القضائي. وانا طلبت من معالي الوزير انه يسال الدائره كلها ايه اللي حصل ظروف هذا الحكم. دي الماده 228 من قانون الاجراءات الجنائيه، اهي 227 و28 و29 و230. بقول للحمير اللي ما بتقراش وما بتفهمش، ده اسمه طلب تعيين محكمه مختصه، تنازع اختصاص. لما محكمه العجوزه المختصه اهي في القضيه رقم 9564 سنه 22 تديني غرامه عن نفس الموضوع 10,000 جنيه، محكمه العجوزه المختصه. وعن نفس الموضوع المحكمه الاقتصاديه دعوه رقم 430 22 رقم 83 سنه 22 اقتصاديه تديني عن نفس الموضوع شهر حبس. ده بالاضافه بقى للحكم اللي كان طالع كان 1000 كام اللي هو خد فيه براءه وتقيد في الاستئناف. 1435. لكن احنا ليه بنقول بتاع العجوزه وبتاع المحكمه الاقتصاديه؟ لان دول محكمتين مختلفتين. لما يكون في محكمتين مختلفتين وده حكم وده حكم، بمجرد ما قدمت ده النهارده الدعوه دي لمحكمه النقض وشرحت تنازع الاختصاص
وانه المحكمه الاقتصاديه 12 غير مختصه، بمجرد ما قدمت دي الحكم بيتوقف، يعني الحكم الشهري موقوف دلوقتي، تمام؟ مش عايز اسمع صوت حد. راجل احتره واتقبض عليه والحديد في ايده. عرفت يا لا؟ عرفت يا حنفي؟ انت بتعامل مع استاذ في القانون اهو، العريضة اهي، طلبات اول حاجه ايداع الامر بايداع العريضه المسيه من ضمن هذا الطلب مرفقاتها قلم الكتاب، قبول الطلب شكلا، تعيين محكمه الجناح المستأنف في العجوزه، تبع المحكمه الجديده البدائيه، محكمه مختصه. هي المختصه التودين الاقتصاديه ليه؟ انا مش هبقى اقتصاديه خالص. ليه بقى؟ لان هو نفس الموضوع، نفس الكلام. هو قال انا هعاقبه بالجريمه الاشد اللي هي ايه؟ قال لك السب والقذف، تمام؟ السب والقذف ده تبع العجوزه مش تبع حضرتك، تمام؟ تعيين محكمه جناح المستأنف في العجوزه تبع محكمه الجديده البدائيه، محكمه مختصه في الدعوه الجنائيه من ضمنها سنوات النيابه العامه للطالب في كل من الدعوه رقم 430 2022 جناح مستأنف رقم 83 2022 جناح اقتصاديه او جناح اقتصادي، والدعوه رقم 9564 لسنه 2022 جناح مستأنف شؤون الجيزه، ومكتوب رقم 24788 لسنه 21 جناح العجوزه. الغاء اختصاص محكمه جناح المستأنف بمحكمه القاهره الاقتصاديه بنظر الدعوه الجنائيه المقدمه من النيابه العامه في الدعوه المذكور في الدعوه المذكوره سابقا البند السابق، انعدام الحكم الصادر محكمه جناح المستأنف محكمه الاقتصاديه، تمام، في القضيه رقم كذا لان غير مختصه. وادي القانون اهو بيقول بمجرد تنازل الاختصاص، ادي المواد كلها جنايات جنائيه، يترتب على امر الايداع وقف السير في الدعوه. خلاص اتوقفت، ابو زورك انت بقى فطوره، فهمت يا حمار انت وهو؟ ما تلعبوش مع مرتضى منصور، العمر في حياته ما خسر القضيه، ودي انا ما خسرتهاش، لان نفس القاضي اللي بشار ده اللي مديني براءه من 4 اشهر، سبب براءه ان انا غير مسؤول عن ما نشر. خلاص سبب الايداع لا انت مسؤول. ادي الصحيفة اهي وودعت، ادي المادة اهي تاني اهو، مادة 229 يترتب على امر الايداع وقف السير في الدعوة. شكرا، اتوقف الحكم، وفي نقض لما ينزل انا هبقى خجلان، لما ينزل هذا النقض هبقى خجلان، خجلان لناس انا مش هتكلم النقض عشان انا ما اقدرش اجرح في حكمه ولا في قاضي. انت شفت القضيه؟ شفت القضيه؟ اعظم حكم في التاريخ، مش هتكلم، النقض اللي بيتكلم، النقض في اكتر من 100 صفحه، باخد حقي بالقانون، انا اللي هربت ولا استخبيت، واللي عمل ازمه في البلد مش انا انت، وخليك في خيبتك اللي انت فيها، عشان لما خدت انا براءة من نفس القاضي ده مديت ايدي قلت لك انا بمد ايدي تعالى نقعد، قلت لا، فاكر لما اخد شهر بقى لا طالب منك تنازل ولا هصطلح معاك وانا وانت لنهاية العمر ان شاء الله، انت بقيت قضيتي، ولغاية النهاردة 96 بلاغ متقدمين ضدك مني، كل العيال اللي عندك ما بيعملوا شتيمة وبيقل ادبهم انت اللي قلت، البيان اللي انت عملته مظبوط، انت قلت ايه؟ الشتيمه بتاعت سيد عبد الحفيظ نزلوها ها في كل الصفحات الاهلاويه، يبقى انت اللي بتحرك، ولا مش ده قانون؟ مش ده برضه اسمه بيسموه التحريض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا بس عايز بسم الله الرحمن الرحيم، يعد شريكا في الجريمه كل من حرض يا حنفي. اهو على ارتكاب الفعل، انت حرضت نزلت بيان اهو، تمام، ده واحد. 2 اتفق مع غيره، الولاد الصيع اللي بيشتموا يقل ادبهم. يا راجل ده انا امبارح بتفرج على مجدي عبد الغني كان عامل حديث، ايه كم البذاءات دي؟ يعني هو بيتكلم ونازل على الصفحه، يا سافل يا مجرم، طز فيك انت مرتضى، والفاظ بقى بذيئه، مش هنسيبكوا يا اللي كذا يا مع ايه حرف الميم ايه ده جمهور الاهلي دي لجانك يا جمال يا جبر متهم معاهم.
اهو ده قانون اهو. خد بقى، من اشترك مادة 41، من اشترك في جريمة عليه عقوبتها. يعني اللي شتم زيك بالظبط، لانك انت نزلت بيان قلت فيه كلمتين. يا جماعة كل الشتيمة اللي ساعد سعد عبد الحفيظ اللي على الصفحة نزلوها عندكم في الصفحات، فانت انت مسؤول عن الصفحات. ما بسيبش حقي ومش عايز اسمع صوت حد بقى. انا اهو في النادي الزمالك كل يوم، وان شاء الله ربنا يكرم اولادنا بكره ان شاء الله يا رب، ويكسبوا فاركو ويبقى الماتش الاخير اتحاد اسكندري، ويا رب واسلم الدرع لاولادنا تاني سنه. انا مش هسيب النادي ده باذن الله الا بامر ربنا وقرار جمعيه عموميه. اتنطط انت بقى والعيال اللي معاك، اتنططوا اهو. عريضه واحده وقفت الحب ده لسه بقى النقط. الناس لما تقراه وبعد الناس ما تقراه احكموا انتوا على اللي حصل، لكن انا ما اقدرش اقول انا كمرتضى حاجه عن الحكم او عن القاضي. الذي القاضي المفروض ثلاثه، لكن انا بتكلم عن القاضي واحد اللي اصدر الحكم. ان شاء الله خير ان شاء الله، واللي معاه ربنا. ولا اذا اجتمعت الامه ان يضروك بشيء، ولا الهوى او لو الدنيا دي كلها وقفت معاك وربنا مش معاك خلاص. مستر اكس مرتضى لا يموت. يلا اللعبه خلصت.